طيب أنا مثلا موظف حكومي. نعم. موظف حكومي يعني. وبعد. ينفع أخد أجازة مرضية بدون علة يعني مرضية في جسمي أو كده بحيث التفرغ للعبادة في رمضان؟ لا أستطيع أن أفتي بالتزوير أبدا، بارك الله فيكم، اسمح لي. مش تزوير، هو يعني أحد الإخوة قال لي أعمل أجازة مرضية. ما أنت ستقدم أنك مريض، الله يحفظك. أنا هل يعني هل تتوقع من شخص يفتي الناس يقول لهم زوروا واكتبوا شهادة أنكم مرضى ولستم بمرضى؟ ترضاها لي؟ لا أنا لا أرضى لك والله أن تفعل هذا. الله يسلمك.